لكن إنه ابني يعمل مؤسسة بهذا الشكل ومؤسسة غير ربحية. ده هو عامل مؤسسة دي في الأردن. في الأردن واسمها حنين المجد. اسمها حنين المجد. وعنده اشتياق إنه يتواصل مع هدول الأفراد. وهذا الولد يعني كيف صار شاب ويحمل طفل أصم أعمى؟ وتكلم لكتير ناس في الأردن عن هذا الموضوع وقدموا حرامات، قدموا ملابس، قدموا أدوية، وبيروحوا على الأهل وبيعلموهم كمان كيف يتواصلوا مع أولادهم. أنت عارفة لما يكون في أصم أعمى في البيت بيهملوه، ما فيش داعي. في بلادنا في بعض الأماكن طبعا. أيوة. مش كل الناس إنه لعنة. أيوة. للأسف. وإنه مش بني آدم يتعاملوا معه، فكمان هو بيصدر أصوات مزعجة لأنه هو مش سامع شو بيصير حواليه، ومش حاسس بالبيئة اللي حواليه ومين هدول الناس. يمكن أكتر إشي بيتعرف عليه أمه. فبتيجي المعلمة دي وبتبدأ تتعامل معه، وبيبدأ ابني يمسك بإيده يحسه، يحطه على حضنه على صدره، وبيعمل ورشات بيغطي على عينين مثلنا حتى يعلمنا كيف نتواصل معهم. واو. يعني الشخص اللي عنده عينين وبيشوف بيحط عليه حاجة عصابة علشان يحس بالتاني. بالزبط. ويتعامل معه ازاي. وبقولك حسي، تكلمي، انت سمعاني مش سمعاني. وحتشوفوا فيديو كيف بيتكلم مع الصم العمي، ازاي بنت من هدول البنات صارت صبية شابة، وهلأ عم بيأسس معاها ورشة فنون جميلة. حتشوفي قديش الأطفال العمي والصم لما بيجوا للمكان اللي يعني بيختاروه يتجمعوا فيه، بيحط لهم كرتون بقصه، بخليهم يحسوه. واو. ويلونوه. واو. فإشي يعني، وبيعملوا أشياء جميلة جدا وحلوة. وهذا ابني اللي ما كانش يقبل لما يجي عندنا زوار يطلع يقعد معاهم يتكلم، بيحكي تليفونات، بيروح زيارات، بتكلم فيه. هللويا هللويا. طب ايه رأيك تعالي ناخد المشاهدين بتوعنا ونتفرج على الفيديو بتاع مجد وهو بيتعامل مع الأطفال دي. أيوه. طيب أنا مش شايفيني ولا سامعيني، أوكي؟ هلا أنا بتواصل معه عن طريق الإيش؟ اللغة اللمسية. اللي بده يتواصل مع التاني بيكون إيديه تحت. شوف كيف ماسكيتني، شايفين كيف؟ هلا أنا بدي أسألها كيفك؟ مرحبا، كيفك؟ هلا شفتوا كيف؟ شوي حولت إيدها صارت تحتية، تمام؟ هاي اللغة إشارة لمسية. كمان مرة. ده فيديو جبار قوي. ده حاجة يا سلام يا رب، يا سلام يا رب على عظمتك وعلى مجدك. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. ده اللي وقع واتكسر وكان يعني احتمال أنه ما يعيش في الدنيا، الرب أقامه واداله حياة علشان وجرأة. يعمل ده.